بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الحكيم بومدين أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية بمدينة البليدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع نهار اليوم راح يكون حول الموجة الخامسة من الكوفيد 19. أسباب الموجة الخامسة هي نهاية أو انتهاء مرحلة أو مدة المناعة الجماعية اللي حققتها الموجة الرابعة على الأوميكرون. الموجة الرابعة على الأوميكرون خلقت مناعة جماعية في المجتمع الجزائري، بحيث أنه يعني ما ولات عندنا إصابات كثيرة. الآن رانا في نهاية المناعة الجماعية، وبالتالي هذا يفسر يعني بداية الموجة الخامسة. مؤشرات الموجة الخامسة عندنا مؤشرين يعني رئيسيين. أولا الأرقام، لما نشوفوا الأرقام نتكلموا على الأرقام الرسمية، قبل بضعة أسابيع كانت الأرقام ما تفوتش 5 إصابات في اليوم ولا في حد أقصى 10 إصابات. الآن عندنا 20 حتى 30 إصابة يوميا، يعني تضاعفت 3 إلى 4 مرات، وهذه مؤشر أننا رانا يعني رانا في منحنى تصاعدي، مؤشر أنه رانا في بداية الموجة الخامسة. المؤشر الثاني هو المنحنى البياني. لما نشوف المنحنى البياني التصاعدي التنازلي نتاع الحالة الوبائية في الجزائر ونقارنوها بالحالة الوبائية في تونس والمغرب اللي هي يعني متقاربة، يعني الوباء ينتشر بنفس الطريقة تقريبا، نشوف بأن المغرب راهو في قلب الموجة الخامسة وتونس راهم في بداية الموجة الخامسة. وبالتالي احنا الجزائر مادام عندنا نفس طريقة الانتشار إن صح التعبير ولا طريقة انتشار الوباء، وبالتالي احنا كذلك راح تكون كاينه موجة خامسة في قادم الأيام، يعني في قريب الأيام. الآن فيما يخص شكل الموجة، كيفاش الشكل نتاعها كيفاش راح يكون محتمل يكون، كل المعطيات تقول بأنه المتحور اللي راح يكون منتشر في الجزائر هو المتحور BA5 أو BA5 اللي راهو الآن منتشر في أوروبا. احنا معروف أنه الجزائر يعني المتحور يجي مع المغتربين، معناها راح يكون المتحور اللي راهو في أوروبا هو اللي راح يدخل الجزائر. وهذا المتحور المعطيات تقول بأنه يشبه الأوميكرون، هو أصلاً متحور من الأوميكرون ويشبه الأوميكرون، فقط عنده سرعة انتشار أكبر من سرعة انتشار الأوميكرون. وبالتالي الاحتمال الأكبر إن شاء الله أنه تكون موجة، ممكن تكون سريعة نعم، ولكن ما تكونش خطيرة، يعني الحالات الخطيرة ممكن تكون قليلة كما كانت في الأوميكرون إن شاء الله. فيما يخص طريقة تعاطينا مع الموجة القادمة، الموجة الخامسة من الكوفيد 19، أنا في اعتقادي أنه الأفضل هو أننا نسعى إلى مناعة جماعية يتركها يعني تتركها هذه الموجة الخامسة مثل المناعة الجماعية اللي تركتها الموجة الرابعة. الطريقة كيفاش؟ هي أنه نترك الفيروس يمشي بطريقة طبيعية يعني في المجتمع، نترك يعني الموجة تنتشر عادي، فقط نجنبوا الحالات عالية الخطورة ولا لي سوجي آريسك، يعني الناس اللي عندها أمراض مزمنة، السمنة، أمراض القلب وما إلى ذلك، هؤلاء نجنبوهم يعني قدر الإمكان. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية بتلقيح هذه الفئة، بمعنى أنه نسعى إلى مناعة جماعية بالحفاظ على هذه الفئة، يعني مش هذه الفئة اللي تكون تساهم في المناعة الجماعية، إنما فقط الناس اللي ما عندهاش يعني مشاكل صحية معروفة.